رجعنا لكم بعد ما شفنا الفيديو الجميل اللي كلنا طبعا بنحب الشعر ونحب جمال الشعر. طبعا زمان كان كل الفنانات كنا بنشوفهم دايما بيلبسوا بواريك، وطبعا ده بيبقى على حسب الدور، كل دور بيحتاج شكل معين. البواريك رجعت تاني موضة، ورجعت أحسن كمان من زمان. معانا النهارده طبعا فقرتنا المميزه زي ما قلت لكم، اللي هو معمل لي لوك جديد. طبعا ما اعرفش هم لبسوني ليه الباروكه، بس عادي يعني، انا عامله لكم لوك جديد وخلاص. معانا النهارده خالد ادم، خبير التجميل والعنايه بالشعر، وكمان متخصص بواريك وشعر ثابت. اهلا بيك يا خالد، اهلا يا فندم، اهلا منورنا. بحضرتك. ميرسي يا ايه فندم، الحاجات الجميله دي؟ ميرسي يا فندم. انا لما شفت الفيديو عايزه كل يوم تيجي تعمل لي لوك جديد. بإذن الله تحت أمرك طبعا فندم. كل بنات حواء مشغولين اليومين دول بالشعر، وانا عايزه اطول شعري، انا عايزه اقشر شعري، انا عايزه اعمل لوك جديد. طبعا بتواجه الحاجات دي. تمام بتعمل ازاي معاهم؟ بتقابل تمام المواضيع دي ازاي؟ تمام كل بنات حواء بيبقى عايزين كل شكل، والنهارده انت مالك؟ لا مفيش، مع حضرتك يا فندم. فك كده، احنا بنات حواء، والنهارده بنات حواء مبسوطين جدا باللوك اللي احنا عاملينه، بالذات اللوك اللي انت عامله لي ده ميرسي يا فندم، جميل جدا ميرسي بجد، يا فندم، اي لاف. ميرسي يا فندم. طيب قول لنا، ليه اتخصصت بالذات في الشغل ده او البواريك بالذات؟ اللي شغالين فيها مش كتير، ومش أي حد بيبقى مثلا شاطر في التركيب الشعر الثابت، في توزيعه. تمام. في ناس ما بيبقاش عندها شعر خالص، حتى لو فيهم حد مريض عنده كانسر او لا قدر الله عنده اي حاجه وحشه، ممكن يلبس باروكه ومش بيبان مع اي حاجه، وما بيبانش شكلها زي ما حضرتك شايفه كده، طبعا انا زي ما حاسه هي على حضرتك. براحه. طيب قول لنا يا خالد، احنا طبعا البنات دلوقتي مهووسه قوي بموضوع الاكستنشن والهير توك والقصه والحاجات دي. طب قول لنا ايه الحاجات دي؟ عايزين نعرف الناس ايه القصه وايه الهير توك وايه الاكستنشن، بص حضرتك، دول غير الباوريك ولا ايه؟ ده الدبل فيس حضرتك، دبل فيس اللي هو يعني اللزق غير الكليبسات. احنا برضو لا، اسمع عن حاجه ده اسمها ثابت، كليبسات. ده ثابت. اوري لحضرتك، ده دبل فيس بيتركب دبل مع فيس شعر عادي بيتقابلوا مع بعض، بيتركبوا، يعني. انا لو تاخدي شعري شاور بيه عادي، ما بتعملي باللي انت عايزاه بيقعد كأنه قد شعرك ايه ده؟ بالظبط. بيقعد 3 شهور، 3 شهور وحسب بقى طول اخد الشعر شاور، اروح تعملي فيه الجامعه حضرتك اعمله كل حاجة فير، نفسك فيها، اي حاجه، مفيش اي ضرر حسب خالص. بقى شعر حضرتك بيطول قد ايه. تمام. ممكن شعر حضرتك لو بيطول على طول او حاجة بيفرق يعني، ممكن تيجي كل شهرين حضرتك، ممكن كل 3 شهور. لو الشعر حسب نزل طول الشعر نزل شوية بتيجي حضرتك بنرفعه تاني، نفكه ونعمله من اول وجديد. عادي يعني، ده سهل جدا ان انا سهل، اشيله وافكه واحطه تاني، مفيش اي تعملي مشاكل. بيه كل حاجة كأنه زي شعر حضرتك بالظبط. طيب ده ممكن انا اركبه، انا لو شعري مثلا قصير وما بيطولش يكون خفيف ولا يبقى تقيل شوية ولا ايه يعني؟ عشان ممكن مثلا هل هيوقع شعري؟ ما ممكن البنات تقول لا انا اخاف من ده لحسن توقع شعري او حد يشده كده بص وهو حضرتك، واقع. بص حضرتك، هو مش هيقع، بس هو بيبقى ليه نسبة ضرر. تمام. تمام. لأنه ده شعر ثابت بيركب يعني لازم بيركب يكون شعرها قوي جدا. يكون شعرها كويس علشان خاطر ما يضرش. تمام. 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 فلو حد شعره خفيف سوري خالص، يا جماعة، ممكن نقفل الموبايل؟ مفيش مشكلة. قول لنا بقى، لازم يكون الشعر تقيل؟ طبعا يا فندم لازم يكون تقيل. تقيل، لان الشعر لو خفيف مكان التركيب من فوق تمام. بيبتدي ان هو يبان. لو الشعر مش كتير واحنا بنركب، او ممكن اوري لحضرتك. احنا طبعا ما رحبناش بضيفتنا الموديل الجميله، اسمك هاجر، منورانا يا هاجر. يعني هي شعرها ما شاء الله جميل، مش محتاج اي حاجه يا خالد. بص حضرتك، اوري لحضرتك، ده كده في ده الهير توك. لا، ده الدبل فيس. ده الهير الدبل فيس. توك تمام. حاجة تانية، بس هو الهير توك خلاص مش، مش لازم، مش لازم وريني لا كده، مش لازم مش لازم. ده الدبل فيس الدبل فيس، ده بيبقى ايه بقى؟ يعني بيبقى فيه لزق وكده. بصوا يا جماعه، لزق. جميل قوي، شعرها حلو قوي، بص حضرتك، انا ممكن شعرها اوري جميل. لحضرتك الشعرايه اصلا بتركب ازاي. ده بيلزق مثلا بطريقه معينه، ولا انا ممكن اشتريه واروح الزقه لا ما عادي؟ ينفعش،
لازم لازم يبقى حد ليه في متخصص، متخصص للتركيب هو اللي يلزق. هو اللي يركبه. تمام، جرب لنا كده. بص حضرتك هنا مثلا اهو شعره قصير. طيب احنا معانا اتصال، اول اتصال. ممكن تقول الو يا خالد؟ الو. الو، ايوه مع حضرتك يا فندم. هاي، مساء الخير، ازيك يا خالد؟ مساء النور، ازيك يا استاذه شذى؟ عامل ايه تمام الاخبار؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ معانا فنانتنا الجميله والمطربه شذى، اهلا وسهلا، منوره بنات حواء. اهلا بيكي يا حبيبتي، كل سنه وانتم طيبين وانتي ومنورين. طيبه حبيبتي، ومعاكي اشطر واحد بقى في الاكستنشنز وفي البريك وكل الحاجات دي، ده بجد مش مجامله ما يعني. اكيد واضح طبعا. ميرسي يا استاذه شذى. على ايه يا خالد، بجد انا بجد مبسوطه اني بكلمك اون اير، ومبسوطه ان انا بشوفك كل يوم بتعمل حاجه احسن من اليوم اللي قبله، وبجد والله يعني مش انت بنت واكيد فاهمه يعني. اه طبعا، انا ممكن انزله الفجر وينزل ويبقى حابب شغله ومبسوط وبيكروتش، يعني انا اعرفه بقالي سنين، انا بالنسبه لي خالد اخويا، مش مجرد حد بس بتعامل معاه في اكستنشن. ميرسي يا استاذه شذى. فبريك حبيبي يا خالد، ميرسي يا استاذه. ومنورين وعامل انت جو اهو، انا شايفه. شفتي عامل لي لوك النهارده؟ عامل لي لوك جديد. حبيبتي ربنا يخليكي. طب بالمناسبه بقى، طب قولي لنا بقى، مناسبه الاعياد والسنه الجديده لبنات حواء، عامله لنا البوم ايه جديد؟ بصي انا لسه منزله اغنيه انا واكرا اورتيجا اسمها سترونج اندبندد وومن. تمام، واللي جاي بقى ان شاء الله في سنجل شغالين علينا وعزيز الشافعي، يعني ممكن تنزل بعد نيو يير، يعني دعواتك بقى. ربنا يوفقك دايما يا رب. استاذه شذى دايما منورانا بالبومات جميله جدا زيك. شكرا جدا جدا ليكي فنانتنا الجميله، منورين ومتابعاكم. شكرا ليكي حبيبتي، شكرا. ميرسي يا استاذه شذى، ميرسي يا استاذه. قول لنا بقى انت عملت ايه؟ بص حضرتك، دبل فيس اهو، ده شعرها اللي كان قصير اللي هو كان ركبت هنا، ده في القصه دبل فيس. انا ركبته هنا اهو في القصه، الشعر اهو طول ومش باين، شعرها باينه طبيعيه ما فيهاش اي حاجه. فعلا جميله قوي. هنا الشعر القصير التاني اللي انا لسه ما ركبتش فيه، ده اللي هو ده الشعر القصير، بس احنا ما ينفعش نركب هنا علشان خاطر ده مش من البدايه اللي بيتدرب بيه الشعر، لازم دي تبقى كده بالظبط. طيب خالد، انا يعني احنا بنسمع مثلا ان في شعور معينه احنا ممكن ما نعرفهاش، طبعا احنا ما نعرفش الشعر ده هل طبيعي ولا صناعي ولا ده ايه. بص حضرتك، افضل شعر الشعرايه الهندي. الشعرايه الهندي لما تيجي بتمشي ايد حضرتك عليها كده، ايدك ما بتجريش، ما بتجريش يعني بتبقى ناعمه. لا، الشعرايه اللي مش طبيعيه الصيني بتبقى زي شعر حضرتك بالظبط. الشعرايه الصيني اللي مش طبيعيه بتمشي ايدك بتجري عشان بيبقى داخلها بلاستيك. تمام، ما بتبقاش شعرايه طبيعيه. يعني الهندي الشعرايه تمسكيها تلاقيها زي شعرايه حضرتك بالظبط. يا جماعه كده جسم ما تلبكش، يعني تبقى طبيعيه وناعمه قوي، ناعمه قوي، جميله قوي بصراحه. بس يا فندم. طيب قول لنا في ايه تاني؟ يعني ده كده الهير توك قلت؟ لا، ده الدبل فيس. الدبل فيس الهير توك ما فيش منه صيني، ما فيش منه هندي اصلا، ما بشتغلش فيه. والدبل بتشتغل في نوع ايه بالظبط؟ انا بشتغل في الشعر كله الهندي. الهندي تمام؟ الهير توك افضل حاجه. الهير توك صيني بصراحه يعني. الدبل فيس صيني بس الكواليتي بتاعه كويس. ما يلبكش يعني، تلبيكته حتى لو في تلبيكه مع الغسيل بتبقى بسيطه. تمام. الهير توك باين واضح ان هو مش شعريه مش طبيعيه، والشعريه بتمسك مع الغسيل. تمام. طيب ده ايه؟ ده شعر هندي، ده اكستنشن. دي اكستنشن بيتشال ويتحط. ده اقل ضرر للبنات، انا عايزه احط اكستنشن. اقل ضرر للشعر. ده بيبقى فيه كليبسات؟ فيه كليبس. حضرتك انا فجأة كده نلاقي البنت شعرها قصير، بعدين نلاقيه طويل زي ما انا النهارده كده عامله لهم لوك شعر طويل غريب. انا مستغرباني اصلا. بص حضرتك الاكستنشن اهو، ده فيه كليبسات. كليبسات ما تضرش، اقل ضرر للشعر ولا اي ضرر. اي حاجه ثابته بيبقى فيها نسبه ضرر. طيب لو انا شعري ضعيف يعني برضو اركب الدبل فيس ولا اركب؟ لا، ضعيف حضرتك تركب الاكستنشن بشغله اتحط، لان الاكستنشن اللي هي بالكليبسات دي، اللي هي بالكليبس، لان الشعريه الضعيفه لما تيجي تركبها حضرتك شعر فيها ثابت بتحملها على الشعريه، لو الشعريه اصلا هتبتدي ان هي تبقى كويسه. حاضر حاضر. مع حمل الشعريه بتبتدي الشعريه بتتسقط من الجذور. تمام. طيب معانا اتصال كده، معانا مروه. معانا مروه، اتفضلي حبيبتي، اهلا وسهلا. مساء الخير يا دكتور، بعد اذنك، ان شعري خفيف يعني ممكن اشتري بريك احط على شعري عادي؟
بس هو مش بيتسكت، هو خفيف بس. شعرك خفيف؟ نعم. معلش معلش قولي سؤالك تاني، سؤالك مش واضح، قولي سؤالك تاني. مش بيتسكت. شعرك خفيف من قدام مش بيطول؟ لا يعني هو مش بيقع، انا ممكن اخد بريك اركبه عادي بس هو خفيف بس. لا هو انا مش فاهمه السؤال. معلش. طب ممكن تعيدي الاتصال تاني لان الصوت مش واضح فعلا. مش واضح. طب نرجع تاني للاكستنشن. دي الاكستنشن اللي بتشرب تحت. تمام. انا شايفاها سودا قوي يا خالد. دي مصبوغه. دي مصبوغه اسود. دي مصبوغه اسود، الشعرية طبيعيه بيبقى لونها زي اللون ده كده بالظبط. الشعر الطبيعي زي اللون ده بالظبط، والشعريه نفس اللي فعلا في مسكه حضرتك الشعريه ماشي ايدك عليها كده ما تلاقيش ايدك بتجري، لو ايدك جريت في الشعريه تبقى شعريه سيني تلبك. فعلا 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 الشعر جميل جدا فعلا. حلو قوي قوي. والاسود اهو ده كده شعر طبيعي اللي هو درجته مثلا ما تبقى السوداء غامقه، ما تبقى السوداء. الشعريه اصلا لو سوداء مش مصبوغه تمام ما بتبقاش كويسه. طيب انا دلوقتي يعني انا مثلا المفروض ان انا اجي لك هقول لك مثلا هختار لون او اختار الدرجه دي، وبعدين انت تبدا تعملي مثلا اللون اللي انا عايزاه. ولو لون شعر، لون شعر حضرتك لون والاكستنشن هو بيبقى لونه كده طبيعي. تمام. انا بوحد اللون بتاع الشعر مع الاكستنشن، لون الشعر الطبيعي مع الاكستنشن. يعني مثلا درجه شعري طبيعيه انت ممكن لون شعر حضرتك حتى لو هي مش تبع الشعر ده. لا عادي بوحده. لو شعر حضرتك لونه بلوند تمام والشعر عندي اسود انا بعمله بلوند. اقفله خالص يا خالد، واضح واضح ان ان عملاء كتير ما شاء الله. طيب نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع احلى اكستنشن واحلى شعر طبيعي مع خالد ادم. قول لنا احنا كنا بنتكلم على الاكستنشن دي يا خالد، هو ده ايه؟ كليبس. كليبسات دي؟ كليبس اللي هو بيتركب في الشعر. بتتفتح كده و بتتفتح. ممكن اوري لحضرتك لو ينفع اوري لحضرتك. ورينا ورينا. يعني انا دلوقتي مفروض ان انا لو انا اشتريت الاكستنشن دي اقدر ان انا اركبها عادي لنفسي واعيش حياتي عادي يعني. تكربجي وبتلبسيها عادي خالص والله. معلش في كلمه قلتها احنا مش فاهمينها. ايه الكربجيه؟ الكربجيه هو ايه بقى لحضرتك الشعر اهو. معلش يعني عشان كل بنات حوا لازم الموضوع ده مهم جدا لكل بنات حوا. بص حضرتك الكربجيه اللي البنات بتعملها دي لما بتيجي تلبسها اهي بتعمل كده يعني تفرق عادي وتدخل الكليبس عادي وتوصل بس بتضر الشعر. الحاجه اللي ما تضرش الشعر اللي هي احنا عاملين دي فرة صغيره دي كده تشد الشعر تضر الشعر. تضر الشعر. الكربجه مش حلو. تضر الشعر ازاي؟ معلش فاهم. ما احنا حضرتك لما بنيجي نكربش كده الشعريه بتتقصف وممكن تنزل من نخبش الشعر. لان انا بعمل كده في الشعر ما تمسك لازم عشان تمسك تعمل كده. تمام. في ناس بتحطها كده بس لما بتتحط كده بترجع تترحل. تمام. بتنزل ممكن تلاقي جنب حضرتك نازل كده وجنب طالع. تشد الشعر. لكن هو احلى حاجه ان هي تتعمل كده، افضل حاجه ان هي تتعمل كده. تمام. دي فرة صغيره. نعمل ديفيره صغيره. ديفيره اهي بنعملها كده ونركبها فيها وبنيجي من تحت كده نقوم مكربجين. تتفك. طيب معانا اتصال، معانا اتصال. استاذه حنان اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. اتفضلي حضرتك. حضرتك عميله الاستاذ خالد؟ طبعا 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 من زمان. منورانا منورانا من زمان. الله يخليك يا حبيبتي. منورانا يا فندم. تسلمي تسلمي. لا بصي طبعا عايزه اقول لك على حاجه. طبعا انا بقالي معاه سنين وعمر طبعا. خالد من الناس اللي هي بتعرف ازاي تخدم شغلها صح قوي. ميرسي يا فندم. قوي. لانه ازيك يا خالد؟ ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. استاذه حنان. فطبعا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا طبعا مجال شغلي يمكن خالد عارفه كده، لازم الواحد يبقى على طول مظهره كويس جدا جدا جدا. تمام؟ طيب. واول حاجه انت بتتحكمي فيها في المظهر كله هو الشعر. هو الشعر فعلا. يعني لو الشعر شكله مش لطيف يبقى الدنيا كلها ملخبطه. طبعا طبعا. تمام؟ تاج المرأة. بالظبط. طبعا طبعا. انا عايزه اقول لك لما ابتديت الاول كان في ضعف في شعري طبعا. ابتديت تركيب مع خالد. طبعا عايزه اقول لك شعري اولا دلوقتي طويل جدا، حتى مع اني لحد دلوقتي لسه عامله برضه.
لاني مش عارفه استغنى بصراحه. تمام. يعني خلاص يعني عارفه متعوده ان على ايديه وان هو اللي يعمله لي دايما، بلس بيدي الوان ملهاش حل. ما هو باين باين جدا يا استاذه حنان والله، والله خالد منورها بجد، وعامل لنا لوك جديد، وعامل لي انا شخصيا لوك جديد. لا لا بصراحه بيدي الوان ملهاش حل. استاذ ميرسي يا فندم. شكرا جدا، شكرا جدا لحضرتك استاذه حنان، شكرا جدا. نكمل بقى الاكستنشن، كنا بنقول عليها نعمل قصب. اه فرق فعلا شعرها لون والاكستنشن لون. الاكستنشن لون انا عندي نفس اللون. أوه. بس انا بري بيتركب ازاي بس بين فعلا متقل قوي، نفس اللون بتاع جداً. شعرها موجود زي اللي في ايد حضرتك. ده نفس اللون اللي في ايد حضرتك. طيب نفس انا اللون. انا دلوقتي لو انا عندي يعني انا مثلا شعري طويل زي الموديل دي وحابه وخفيف، ممكن اركب الاكستنشن دي التقل، تقل الشعر يطول والطول، ولو حابه حضرتك تطوله بيطول. تمام. طيب قول لي بقى يا خالد، يعني انا مثلا عميله وجايه وعايزه اعمل لون معين في الباوريك او في الاكستنشن دي، انت بتتدخل في الموضوع ده ان مثلا لا اللون ده مش هيليق عليكي، لا اللون ده هيليق عليكي؟ تمام. مع الزباين اللي هم الناس اللي هم العملاء بتوعي انا، تمام، بيكونوا عارفين شغلي، بيثقوا فيا، عارفين ذوقي ايه في الشغل. فهي بتيجي بتقول لي شوف اللي انت عايزه، شوف الشكل اللي انت شايفه اللي صح ليا اعمله. تمام. يعني طيب قول لي كده، البوريك دي يعني هي بتيجي كده كلها الالوان اللي احنا شايفينها الجميله دي؟ لا يعني البلوندات دي مثلا هي بتيجي كلها كده؟ بتيجي نفس اللون ده، بني غامق. بتيجي البني الغامق اللي هو لون الشعر الطبيعي. لون الشعر الطبيعي. تمام. بتبتدي لو الشعريه هندي والشعريه طبيعيه وكويسه تتعمل اي لون، لو عاوزنا نعملها بلوند بنعملها، الشعريه بتتحمل. بدل ما الشرايه لو مش طبيعيه ومش كويسه بتبتدي ان هي تقرنج، ما تتفتحش لدرجه البلوند، تبقى اخرها بنيات بس، ما توصلش للبلوندات. تمام. طيب ركب لنا كده لون تاني، عايزين نشوف الفرق. يعني انت ركبت لها لون نفس اللون. ده صندري. ماشي. اللون ده، اللون ده ايه؟ صندري. اللون يا جماعه اللون ايه اللون ده يا جماعه؟ سجيرات الوان. ايه اللون الجميل ده؟ بصوا لون جميل قوي، وكمان الشعرايه، الشعرايه بتفرق جدا. يعني انا اجي اخد منك يا خالد وانا مطمنه، انا عايزه كل يوم اغير اكستنشن بعد اذنك. تشرفينا يا فندم. غير لنا، طب بلاش السودا دي، ركب لنا اللون كده عشان المشاهدين برضو يشوفوا فرق اللون. ايوه يشوفوا فرق اللون يبقى باين. ولو انا مثلا حبيت ان انا اعمل مثلا اللي هو بيبقى خصل، خصله وخصله مثلا من شعري، ده ممكن؟ ممكن. ولو الشعر نفسه مش عاوزه تجهديه ممكن بتركبي بقى الهير توك الدبل فيس، بتركبي فيه خصل، بتدي شكل من غير ما تجهدي شعرك ولا تلعبي في الوان شعر. تمام. طيب احنا برضو ما اتكلمناش على الباوريك، هي كانت موضه زمان وبعدين رجعت تاني، ايه التحول بقى اللي حصل في الباوريك؟ يعني اتقدمت ليه؟ علشان خاطر الباروكه بقت تبان طبيعيه. ابتدت ان هي تظهر قوي لما الناس بقت تلبسها ويرجعوا ما بيكونوش عارفين ان هي باروكه، بيبتدوا ان هم يسالوا ان هي باروكه ولا لا، ولا ده شعري، بيلاقوها باروكه. ابتدت الباروكه تنتشر. الاول ما كانش كده، الاول كانت ناس معينه اللي كانت بتلبس الباوريك، ما كانش اي حد بيلبس باوريك. كانت الناس بتخاف منها اصلا، ما كانش زي دلوقتي. انا فاكره يعني كان لازم في كل بيت لازم الست تبقى، هو لازم يبقى ليها مثلا مظهر معين، ولازم الشنيو ده تبقى موجوده، يعني ده كان شكل الزمان. زمان. لكن دلوقتي بقت طبيعيه خالص. بقت طبيعيه وبيرجع حاجات زمان. يعني حاجات زمان بترجع. يعني مش كله مثلا لازم يبقى سايح كده، لا ممكن بترفع شعرها، ترفعه وتعمل في كل اللي هي عايزاه، تعمل في كل حاجه. يعني انا كل انا حاجات دلوقتي زمان بترجع فندم. يعني انا دلوقتي لابسه اهو باروكه يا جماعه، بصوا طبيعيه خالص ازاي، ممكن بقى ارفعها، ارجعها ورا كده، اجيبها لقدام، اجيبها على جنب، كل حاجه طبيعيه بجد، يعني كل حاجه رجعت تاني طبيعي اجمل من الاول. طيب معانا اتصال، قول الو كده يا خالد. الو. اصل عملائك مش كتير قوي ما شاء الله. ازيك يا استاذه؟ اخبارك ايه؟ انا معاك مي محمد. اهلا وسهلا يا استاذه مي. بص اولا انا مبسوطه جدا ان خالد معاكم النهارده، وانا خالد بتعامل معاه بقالي اكتر من 6 سنين ما شاء الله. كنت انا دايما بصراحه غاوي ان انا اعمل بلوندات، طبعا البلوند بيبهدل الشعر، بتلاقي نفسي تسريح، وكنت مصممه ان انا افضل اعمل اللون ده لدرجه ان شعري كله وجع.
الشخص الخالد، الخالد انا مش عارفه ايه، لا اختار لي ورك دي كانت يعني ناتشرال جدا. والصوت بيقطع يا جماعه. معلش ممكن بس يا استاذه تتحركي في مكان، في مكان يعني يكون في شبكه شويه لان الصوت مش واضح. طيب حضرتك سامعيني كده كويس؟ ايوه كده سامعيني جدا. طيب كويس اوكي. انا بقول لك انا اتعاملت مع خالد بقالي اكتر من 6 سنين ما شاء الله. وصلت ان انا كان في يعني خضرت شعري، كنت بحب ان انا على طول اعمل بلوند لدرجه ان هو من تسريح كان الشعر دايما بيقع بيتقصف، كان شكله مش حلو خالص. تمام. اخدت ويج من خالد، عايزه اقول لك ان انا بقيت اعالج شعري، الويج شكلها ناتشورال جدا، بقيت البسها مش باين خالص ان هي ويج. قبل ما يبتدي كمان الموضوع ينتشر، الناس ابتدت تعرف الويج وابتدت ان هي تشوف ازاي بتتعمل. لا خالد كان من اول الناس حقيقي اللي كان بيجيبها، وكانت طبيعيه جدا، ومن قدام الميك بتاعها كان فعلا ما يبانش خالص، بتبان رهيبه تحفه. لحد ما شعري اتعالج من الويج التصفيق بتاعه دي، لاني ابتديت ان انا اهتم بشعري لحد ما ابتدى شعري ان هو يطلع، يعني هو كتر خيره. طيب كويس ما شاء الله. ميرسي يا استاذه مي. ما شاء الله. بعد ما خلصت بقى انا اخد اكستنشن منه، فاللي هو لا شعري طبيعي وحلو اللون اللي انا عايزاه بالاكستنشن اللي هو. احلى حاجه كمان ان هو شاطر، مش بس ان انت بتشتري منه هير، لان في اماكن بتشتري منهم الشعر ولازم تروحي للكوافير يصبغها فبيبقى كوستين. لا هو يقول لك انت عايزه ايه ويعملها لك بصي من اي تو زد. تمام شكرا جدا. مظبوطه، ولو وحشه يقول لك لا دي مش وحشه دي وحشه، لو حلوه لا خدي دي احسن. وعنده ضمير جدا في الموضوع اللي هو كمان يساعدك ازاي تختاري واني احلى. لا ما تفتحش قوي عشان احنا بنشكرك جدا على اتصالك. شكرا جدا. ميرسي جدا ليكي واتصالك الجميل. شكرا ليكي. طيب ما ينفعش بسرعه كده تلم لها شعرها وتركب لها اي بورك ملونه بحيث الناس برضو تاخد بالها؟ يعني ممكن مثلا معلش لا مؤاخذه بحيث الناس تشوف بس. الله بجد تحفه جميله جدا. بصوا يا جماعه بس دي قريبه تقريبا من لون شعري. بصوا جميله ازاي دي. طبعا لو احنا حابين نعالج شعرنا زي الاستاذه العميله اتصلت وقالت ان هي كانت فعلا عايزه، احنا عايزين لون تاني يا خالد. ده لون مختلف تعالج شعرها. يعني اي حد عايز يعالج شعره، لو في اي مشكله في شعرك وعايزه تعالجيه، البوريك موجوده، انت ممكن تستخدميها لغايه ما تعالجي شعرك. قول لنا خالد الباروكه دي يعني ما تاذينيش؟ لا بتحافظ على الشعر كمان. ما تاذينيش؟ لا يعني مثلا ما تنحلش مثلا شعري؟ لا لا لا, لا خالص. يعني وممكن حضرتك تلبسها من غير كليبس؟ ممكن البسها من غير كليبس. ازاي؟ بظبطها على مقاس حضرتك. من جوه بتمسك؟ بيبقى فيها كليبسات بتمسك الباروكه نفسها. بس انا ممكن اظبطها لحضرتك نفس المقاس بالظبط، الباروكه ما تقعش، ما يحصلهاش اي حاجه. هل البوريك دي بتيجي من بره كده جاهزه ولا انت اللي بتصمم البوريك؟ بص حضرتك في بيجي جاهز وفي انا بعمله. يعني مش كله. خلاص كفايه تفيره ما شاء الله، احنا عارفين شعرك طويل جميل. امسكها كده. امسك البتاع فوق كده. ماسكه ثانيه برضو عشان كل البنات تشوف الباروكه بتتركب ازاي. البنت بتلبسها اصلا لوحدها، هي سهله جدا. المفروض ان هي بتتركب ازاي؟ وريها لنا كده. الباروكه اهي هتبتدي قدام، هبتدي كده. دي بسيطه جدا. بسيطه، هي بتلبسها لوحدها من غير ما حد. يعني مش لازم ان انا اروح لمصفف الشعر هو اللي يلبسها لي. بص حضرتك انت ممكن بتعملي الباروكه وممكن مثلا لو حضرتك رايحه الشغل بكره بتبقى الباروكه معموله ما بتناميش بيها، بتعلقيها في اي حاجه في اي مكان وترجعي تلبسيها اكن حضرتك لسه طالعه من الكوافير بالظبط. هي بصراحه هي هتبقى سهله جدا جدا ان انا يعني نازله بسرعه، عندي مشوار بسرعه، عندي مناسبه كمان سريعه. ممكن تستخدميها بصراحه البواريك يا جماعه، يعني حلت مشاكل كتير قوي بالنسبه لبنات حواء طبعا. وزي ما انتم شايفين اللوك الجديد لخالد، بصراحه بشكرك يا خالد على اللوك الحلو النهارده اللي انت عاملوني. بصوا بقى يا جماعه الباروكه عامله ازاي، طبيعيه ناتشرال خالص بجد. لا لا تحفه تحفه جدا يا خالد، ولايق قوي على الموديل، الموديل عسل اصلا. ميرسي يا فندم. بس هي بسم الله ما شاء الله، هي شعرها اصلا بسم الله ما شاء الله شعرها كتير. فالباروكه لما بيكون الشعر كتير ما بتبقاش الباروكه مرتاحه قوي، بتحتاج حاجه اكبر من كده. فهي احنا اتكلمنا ان الباروكه عشان مثلا تعالجي شعرك. الروتس اهي. بصوا يا جماعه شوفوا بصوا الفرق. طبعا ده جلد صح؟ بيبقى جلد. هو احنا بنقول عليه جلد بس هو طل.
احنا بنقول عليه جلد عشان بيبان زي الروتس بتاع الشعر بالظبط. نفس الجلد بتاع الشعر، لكن في اللي هو التل، التل بيبقى تل. ورينا كده من جوه. هنا بيبقى ابيض من جوه اهو، تل. الشعر بيتنفس ما يجرالوش اي حاجه، لكن هو بيتنفس عادي واكن ولا اي حاجه، اي مشاكل. ممكن حضرتك تعالج شعرك، تعمل له زيوت، تعمل له كل حاجه، وفي نفس الوقت لابس عليه الباروكه ما بيحصلوش اي لكن الباروكه دي ممكن احط لها زيت كريم عادي جدا. الباروكه تتعاملي معاها اكنها شعر حضرتك بالظبط، لان هو شعر زي الشعر بالظبط. تمام. اي حاجه بتحطها حضرتك على شعرك لازم تستخدميها برضه على الباروكه بالظبط. طيب بنشكرك جدا يا خالد، بجد بجد كانت فقره جميله قوي لكل بنات حواء. وبنشكرك جدا الموديل الجميله اللي انت جبتها لنا. بس احنا محتاجين بقى تاني يعني كل فتره كده حضرتك تجيب لنا وتقول لنا الالوان الجديده باذن الله. وطبعا بنعتذر جدا على كل باقي الاتصالات اللي المفروض كانوا يكلموا خالد، بس احنا بنشكركم جدا ومبسوطه جدا ان انا كنت معاكم، بجد بتسعدوني جدا باتصالاتكم وبرسائلكم. استنوني الخميس اللي جاي ان شاء الله، اشوفكم في موضوع جديد وحلقه جديده ان شاء الله. مع السلامه.